we reaffirm our support for the people of the occupied territory of Palestine in their pursuit of self-determination, justice, freedom, and independence. يزال العدو الإسرائيلي يستفيد بشكل كبير من العلاقات الاقتصادية مع مصر، ولا تزال السفن المصرية التي تذهب بالبضائع إلى العدو الإسرائيلي متقدمة على كثير من البلدان، ومثل هذا لا ينبغي بعد كل الذي حصل على الشعب الفلسطيني.